فشلت صغريات أولمبيكا المشرية للكرة الطائرة من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور الربع النهائي للسيدة كأس الجمهورية بعد خسارتهن أمام فتيات نادي موزايا بالولاية البوليدة بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء، مع أداء متواضع لممثلات ولاية عامة في ظل نقص الخبرة التي حرمتهن من الفوز، لترجح كفة الكرة الصفراء والزرقاء لممثلات مدينة الورود. احنا فريق سيامين رانا اليوم في بلدية مشرية بسبب تأهلنا للثمن النهائي لكأس الجمهورية، وقاموا بالواجب تاعهم تجاهنا، ربي يحفظهم. كيف شفتي المقابلة اليوم مع صغريات مشرية؟ كانت مقابلة شرفتنا، شرفنا كنا نلعبوا معهم، ونتمنى لهم التوفيق رغم الفوز تاعنا، نتمنى لهم التوفيق. الحمد لله يا ربي، اليوم رانا في بلدية مشرية، كانت عندنا مباراة ضد فريق مشرية، والحمد لله يا ربي فزنا. احنا فريق او ان في بي مشرية صنف الصرايات، شاركنا في كأس في كوب دالجيري، بحنا في التصفيات وتأهلنا للثمن النهائي، طحنا مع موزايا بليدة، شرفنا اللي لحقنا ولعبنا هذا الماتش، كان ماتش مليح. قبل كل شيء نشكر بزاف فريق تاع موزايا، منافس طيب، منافس يخدم مليح ويعطيهم الصحة، ونتمنى لهم إن شاء الله يروحوا مبرك. السلطات المحلية الله يعاونهم، الله يعاونهم، راهم ثاني هما حاصلين وحنا رانا حاصلين. أنا من طبعي ما نشكيش، بصح أنا نقول اللي قطات محلية الله يعاونهم، الله يعاونهم، راهم ثاني هما حاصلين وحنا رانا حاصلين. أنا من طبعي ما نشكيش، بصح أنا نقول اللي قيتها له في كرة تاع كرة الطائرة، باسكو كرة الطائرة ديجا راهي بدات تنباتق في الوطن تاعنا، واللي قيتها له فيها برك. وهذه مسؤولية تاع الجميع، ماهيش تاع السلطات، تاع كسموه تاع السيتوايا واللي مدير القاعة اللي خاصها حتى يعاوننا ما يبلعش علينا القاعة. مشاركة جعلت المتابعين ومحبي الكرة الطائرة بولاية النعامة يطالبون بالالتفاف حول هذه الرياضة وتقديم يد المساعدة للنوادي التي تسعى لاستعادة المجد الضائع، ولما لا وضع قدما في نهائي كأس الجمهورية بنوادي أخرى هي في سباق التصفيات. قناة وي بي سي من النعامة، سلام.